ومتابعة للموضوع ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي السيد أحمد حلمي، على أن ينضم إلينا أيضا من استوديوهاتنا في موسكو السيد سعيد جافارف الذي أصبح جاهزا معنا الآن. السيد سعيد جافارف نائب رئيس التحرير في مجلة الناتج المحلي الإجمالي والباحث في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية، مرحبا بكما ضيفي الكريمين. وسيد أحمد فتحي معنا من نيويورك. أبدأ معك سيد جافارف بسؤال حول تصريحات الرئيس بوتين. الدور الروسي كما نعلم جميعا منتقد في أوكرانيا من قبل أطراف عدة لأسباب متعددة، بالتالي ضمن أي هامش يمكن أن تتحرك موسكو لإيقاف النزاع القائم في أوكرانيا الآن كما ذكر الرئيس بوتين في تصريحاته اليوم؟ Прежде всего, мне бы хотелось бы отметить, что президент Путин вполне сейчас свободен в этом выступлении. Прямо сейчас, в эти минуты, в новороссийских республиках. Хакома джадида фи аль-жамхурият, фи жамхурият Донецк ва Луганск, жамхурият Руссия аль-жадида. Председатель правительства Донецк республики. Момасел хакома фи Донецк захаба, ва жа бадала минху, шахсиятан аскария, айдан фи Луганск, айдан стакалу, ва айю хадисен ли раис Путин алан юмкину, юмкину ан ясир аля тасири, ташкили хакоматы хунак, ва биттали раис кана мутаран ли хадис بشكل حذر للغاية لكي لا يعطي أي إمكانية لأي تأويلات وتفسيرات لأقواله، لأن كلمته يمكن أن تؤثر على مجريات الأحداث في دونيسك ولوغانسك. وبهذه الصلة يجب أن نعرف بأن الرئيس كان مضطرا للحديث بدقة وحذر. عودا عن ذلك، فإن الخط الأساسي معروف، إن أوكرانيا تقع في الفوضى وتتجزأ كبلد، تنقسم، وفي ظل هذه الظروف فإن المفتاح الأساس لوقف إراقة الدماء يقع في كييف وفقط في كييف. طيب، النقاط عدة، اسمح لي أن أتحول بها إلى ضيفنا في نيويورك سيد أحمد. ضيفنا في موسكو يتحدث عن حذر روسي نظرا لدقة الأوضاع في أوكرانيا، هل توافق الرأي؟ ولماذا يعني تحشر موسكو بهذه الطريقة من قبل الغرب بدل الاعتماد عليها للمساعدة في إخراج أوكرانيا من الأزمة الإنسانية أولا الصعبة التي تعانيها الآن؟ دعونا نعود بالذاكرة قليلا إلى التسعة أشهر الماضية وبداية هذا النزاع. أنا لا أتحدث فقط عن شرق أوكرانيا، ولكن أتحدث عن شبه جزيرة القرم، وضمها عن طريق استفتاء لم ينل الاعتراف الدولي سواء القانوني أو السياسي. في المرحلة التي عقبت ضم القرم شهدت دعم روسيا للمجموعات التي يطلق عليها المجموعات الانفصالية أو ما يطلق عليها في لكن روسيا سيد أحمد فقط لو سمحت لي أن أقاطعك عند هذه النقطة أوكرانيا. فبالتالي روسيا هي تعتبر من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين أنها شريك في هذا الصراع مع الطرف الانفصالي سواء القرم أو شرق أوكرانيا. فبالتالي العملية معقدة، وهذا ما يعوق التعاون الأمريكي الأوروبي مع روسيا في حل هذه الأزمة، ويظل على موقف متضاد. نعم، لكن كنت أريد أن أسألك، لا أعلم إن كنت تسمعني جيدا، أننا إذا أردنا العودة إلى أصل الأزمة كما تفضلت، البعض يتحدث عن انقلاب حدث في كييف وانقلاب على اتفاق تم التوقيع عليه بين عدة أطراف للحيلولة دون وقوع الأزمة التي حصلت حاليا في أوكرانيا. هنا أتوجه بالسؤال للسيد سعيد، ما تزال موسكو بالرغم من كل هذا الحوار المتشدد والخطاب المتشدد من قبل الغرب والولايات المتحدة تصر على أن الحوار هو اللغة الوحيدة للخروج من الأزمة في أوكرانيا؟ على ماذا تعول موسكو؟ هل هذا التوجه منطقي برأيك وسط التشدد الغربي والأمريكي حيال موسكو؟
أن الأولويات الأساسية لموسكو بالطبع تشكل هو وقف إراقة الدماء ووقف إطلاق النار. ومن أجل أن يحدث ذلك يجب البدء بالمحادثات المباشرة بين سلطات كييف وجمهوريتي دونيسك ولوغانسك. وهنا أمر هام هو أن سلطات في دونيسك قالت بأنهم مستعدون لإجراء محادثات سياسية واسعة النطاق عن أوكرانيا موحدة فقط مع الحكومة المنتخبة ديمقراطيا أي مع يانوكوفيتش الذي سينتهي مدته الرئاسية في أبريل. ولكن يقال بأن في كييف أن هنالك دونيسك تقول بأن كييف ناس انقلابيون وأطاحوا بحكومة المنتخبة ديمقراطيا ورئيسها والآن يدمرون أوكرانيا. وفي ظل هذه الظروف يقول دونيسكيون أنهم سيجرون المحادثات فقط بوقف إطلاق النار. أولئك الناس في كييف غير شرعيون ولا يمكن الحديث عن فترة انتقالية حيث يذهب أولئك الناس ويتيحون المكان للسلطة المنتخبة ديمقراطيا. ولا يمكن زيادة في تقييم دور موسكو إننا نؤثر فقط على بوجودنا هامشيا حيث لا نتدخل بالوضع كروسيا الاتحادية كبلد. وهذا أمر يجب التأكيد عليه. في روسيا هناك جمع كبير المساعدات لدونيسك ولوغانسك واللاجئين هناك حيث جرى إغلاق البنوك الحسابات المصرفية وجرى هناك كثير من الخروقات بهذا الصدد. إذن سيد سعيد كما هي الأوضاع في كييف وتم احترام رغبة الناس هناك أيضا تم احترام رأي الشارع في جمهورية القرم. سيد أحمد البرلمان السويسري ألغى زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي إلى سويسرا في حين أكدت موسكو بأنها سوف تعمل على مواصلة الحوار مع شركائها الغربيين. لماذا يصر الغرب على مقابلة جهود التهدئة الروسية بالتصعيد؟ ما المصلحة الأوكرانية؟ وأشدد على المصلحة الأوكرانية بهذا الصدد. مرة أخرى سأعود قليلا في الزمن وتعقيبا على مداخلة الأستاذ سعيد ضيفك من موسكو. أن عندما نتحدث عن المشكلة الأوكرانية فهؤلاء الذين في دونيسك يقولون أنه تم خلع رئيس منتخب شرعي واستبداله بالنظام الحالي. يجب أن نتذكر أن هذا الإجراء حدث بعد توقيع الرئيس السابق لأوكرانيا على اتفاق لم يحترمه وهرب من إلى خارج البلاد. وقام البرلمان الأوكراني بما فيه أعضاء حزب الأقاليم الذي ينتمي إليه ذلك الرئيس وقاموا بالموافقة على عزله. فالعملية تمت في إطار دستوري وتشريعي كامل. بالنسبة للتصعيد السويسري، سويسرا كما نعلم دولة محايدة، فهذا الإجراء يعتبر بمعاييرهم إجراء قاسي. ولكن أنا أتوقع أن تصل الأمور إذا حدث هدوء في الشرق الأوكراني وحدث إمكانية أن تفرض الدولة الأوكرانية سيادتها على كامل أراضيها والمحافظة على وحدتها الإقليمية، أن يحدث انفراج في العلاقات بين روسيا والغرب من جانب آخر. وحتى ذلك الوقت من يدفع الثمن هم الأعداد المتزايدة من القتلى والمصابين والمتضاعفة في الأسبوعين الأخيرين بحسب الأمم المتحدة في الجنوب الشرق الأوكراني. برأيك سيد سعيد من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ في حال لم يكن كما قلت كما قال الضيف الآخر السيد يانوكوفيتش لم يترك منصبه بإرادته. والآن بدأ عملية قضائية إجراءات قضائية حيث في لاهاي بطلب لإعادته إلى منصب الرئيس في أوكرانيا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن المسؤولية فقط تقع على عاتق من قام بانقلاب في الدولة وأطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في
البلد ومن بدأ الحرب هناك. المسألة تكمن في أنه ليست قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك تحارب على أراضي أوكرانيا الأخرى، بل أن القوات التدخل الأوكرانية إضافة إلى القوات المسلحة الأوكرانية دخلت إلى أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ويدمرون المدن في مقاطعتي المدينتين. وفي مناطق أخرى هناك مقاومة للنظام الحاكم في كييف، وهناك جرى تفجير مقر عسكري في شيرنيغوفا وجرى إطلاق للنار ضد الضباط في مدن أخرى، وجرت محادثات أمور فردية هنا وهناك، ولكن ذلك فقط. الآن يجري تدمير مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الذي لم يتقبل الناس فيهما الحكومة في كييف، لأنهم يريدون العيش في ديمقراطية حيث يجري انتخاب الرئيس من قبل الشعب. يانوكوفيتش فكر كثيرا وحصل على الكثير من صوت السكان وطيح به من قبل المجرمين في كييف. هنا يانوكوفيتش طبعا من دونيتسك، ودونيتسكيون لا يريدون العيش في هذه البلد حيث مئات الالاف من المسلحين يمكن ان يطيحوا برئيس منتخب ديمقراطيا. أشكركما جزيل الشكر. للأسف انتهى وقتنا في هذا الحوار. أشكرك سيد سعيد غفارف نائب رئيس تحرير في مجلة الناتج المحلي الإجمالي والباحث في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية، وأيضا أشكر المحلل السياسي السيد أحمد فتحي كان معنا من نيويورك.